أستاذ جميل، نتحدث عن طعون قدمت للجنة الانتخابات المركزية المرحلة القادمة بعد تقديم هذه الطعون. نعم، هناك 230 طعنا تم تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب القانون. قامت اللجنة برد كافة تلك الطعون باستثناء طعن واحد، هي حالة لحاملة مرشحة حاملة الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي بإمكان كل من لم يقبل قرار اللجنة التوجه ابتداء من غد وعلى مدار 3 أيام إلى محكمة قضاء الانتخابات التي عليها أن تبت في هذه القضايا أو هذه الطعون على مدار 7 أيام أو خلال 7 أيام، بحيث يكون قرارها قرار نهائي، ومن ثم يكون لدينا في لجنة الانتخابات المركزية القوائم للمرشحين، والقوائم نفسها هي النهائية التي تعتمد يوم الانتخابات. سيتم يعني نشر هذه القائمة يوم 30 أبريل الجاري. في نفس اليوم تبدأ الدعاية الانتخابية على مدار 21 يوم، تمتد حتى 20 من مايو أيار القادم، يعني قبل الانتخابات بيومين، وبالتالي نكون بالفعل ندخل بذلك إلى مرحلة أو يوم الاقتراع. أتمنى أن يتم هذا اليوم يعني بسلاسة وهدوء، وأن يكون معبرا عن وجه الحضاري المشرق للشعب الفلسطيني، من أجل أن تكون انتخابات أيضا حقيقية معبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني. تمام، يعني مجمل الطعون التي قدمت 230 يعني للمرشحين أو القوائم التي تم رفضها والتي تم قبولها من هذه الطعونات. لم يتم قبول سوى حالة واحدة، هي حالة تتعارض مع قانون الانتخابات الفلسطيني، مرشحة في إحدى القوائم الانتخابية تحمل الجنسية الإسرائيلية، وهذا ممنوع بنص القانون قانون الانتخابات الفلسطيني، وبالتالي تخرج تلك المرشحة من السباق الانتخابي في القائمة الانتخابية، وعلى ذلك تبقى كافة الطعون التي تكون كافة الطعون التي تقدمت اللجنة قد تم رفضها من قبل اللجنة، وعلى يعني من لا يقبل قرار اللجنة أن يتوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات. تمام، فيما يخص بملف القدس والانتخابات التي ستجرى في الأراضي الفلسطينية، لو نتحدث عن الجهود التي تبذل في هذه الآونة وأيضا اجتماع الفصائل وتأثير هذه الخطوة على تسريع عملية الانتخابات الفلسطينية. يعني كما تعلمين، الإخوة المقدسيين هم يعني مواطنون فلسطينيون، وبالتالي يحق لهم أن يشاركوا في هذه العملية الانتخابية سواء بالترشح أو الانتخاب. هناك عقبات تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة من أجل عدم إتاحة الفرصة لهم بالاشتراك في هذه الانتخابات، وبالتالي قامت السلطة بمخاطبة الجانب الإسرائيلي في موضوع إشراء يعني إتاحة الفرصة للجنة لإجراء الانتخابات بشكل طبيعي كما المناطق الفلسطينية الأخرى، ولكن لحد الآن لم تستلم السلطة ولا لجنة الانتخابات المركزية قرارا أو ردا من الجانب الإسرائيلي. على ذلك تحاول السلطة دائما الضغط من خلال المجتمع الدولي يعني تسليم السلطة رد من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن بكل الأحوال لن يكون هناك انتخابات سوى بالحد الأدنى الذي تقبل به السلطة الفلسطينية، وهو على الأقل هو يعني سيناريو 2006 الذي أتاح للمقدسيين التصويت في صناديق البريد في الضفة في القدس المحتلة. يعني هناك خطوات مجهزة ومعدة في حال لم توافق سلطات الاحتلال على تنفيذ الانتخابات في المدينة المقدسة. الوقت ينفذ ويدركنا يوم الاقتراع، وبالتالي لم يتبقى أمامنا الوقت الكافي للتحضير والتجهيز لتلك الانتخابات، ولكن اللجنة دعت الفصائل والقوى السياسية لاجتماع هذا الأسبوع لتدارس هذه القضية، وعلى المستوى السياسي والإخوة في القيادة السياسية وكذلك في الفصائل والقوى السياسية وضع اللجنة بالآلية والنهج القادم من أجل أن تكون اللجنة على بينة في كيفية التعامل مع موضوع القدس والإخوة المقدسيين خلال التصويت.